عايز مش عايز بعد كده ارقام جوفاء تخرج تقول لي احنا عملنا قد كذا في البطاله. انا عايز اوصل لمرحله ان اي شاب لو بيبحث عن فرصه عمل يلاقوها بسهوله. الفيديو ده ما يخليناش ننسى ان قداسه البابا تواضروس راس الكنيسه الارثوذكسيه اتخذ مجموعه من القرارات في اجتماع للمجلس البابوي حضروا اكتر من 19 من اعضاء المجمع المقدس من الاباء المطرنة والاساقفه ورؤساء الاديره. البابا تواضروس اصدر اكثر من 12 قرار، 12 قرار تتعلق بايقاف قبول رهابنا جدد لمده عام، تتعلق بايقاف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبدا بنفسه. القرارات المجتمع الكنسي بيقولوا هي الجديدة، هي الأكثر إثارة على مدار تاريخ الكنيسة الحديث. لماذا جاءت هذه القرارات الآن؟ وهل لها علاقة بمقتل أبا فانيوس اللي قتل خلال الأيام الماضية وكان رئيسا لأحد الأديرة؟ معايا على التليفون المفكر القبطي المعروف الأستاذ كمال زاخر. مساء الفل أستاذ كمال. اهلا بيك، اهلا بيك. في البداية عاوز اعرف حضرتك تعليقك على القرارات اللي اتخذها البابا تواضروس، وعندك تفسير لماذا جاءت القرارات بهذا الزخم، 12 قرار دفعة واحدة؟ هي اولا قرارات كانت منتظرة بغض النظر عن الحادث المؤسف لرحيل رئيس دير ابو مهار، لانها بتعيد مرة اخرى الرهبنة المصرية الى سياقها الطبيعي والى محاورها الاساسيه اللي قامت عليها. ربما في ثانيه اقول لحضرتك انه الرهبنه المصريه وهي الرهبنه الام التي صدرت المنظومه نفسها الى كل العالم والتي ولدت على ارض مصر في القرن الرابع بتقوم على اربع محاور اساسيه، وهي البتوليه بمعنى عدم الجواز، ثم العزله، ثم التجرد وعدم الاقتناء او عدم الملكيه، نعم. ثم الطاعه. يعني هذه الاربع محاور، هذه الاربع محاور حضرتك لو قعدت قراءه ال 12 قرار هتلاقيهم بيدوروا حوالين استرداد الرهبنه مره اخرى الى هذه المحاور الاساسيه المكونه. يعني عفوا استاذ كمال، احنا كده كده كنا هنذهب الى هذه القرارات بعيدا بالضبط عن حدث مقتل الراهب. بالضبط، لكن هذا الحادث عجل من اصدارها واتاح الفرصه للتصدي بقوه وبشجاعه للترهل اللي حصل في منظومه الرهبنه عبر السنوات الاخيره لاسباب متعدده، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، لكن هي بالاساس الان ربما تقود الكنيسه حاله عوده الى الانضباط والى سياده القانون كما ننادي به، القانون الكنسي. القانون الكنسي ولكن الجزء يؤثر في الكل، لان طبعا ربما احنا نعاني الان من فكره محاوله البعض لاحلال العرف محل القانون سواء على المستوى الخاص او المستوى العام، لكن هذه الخطوه الجريئه والمهمه والتي تاتي من خلال قرارات مجمعيه وليست قرارات بابويه، يعني نعم. وده الفرق اللي بيضمن ليها الاستمراريه. بالظبط، لانه زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه انه وقع على هذه القرار او اصدرها من ضمن الموقعين رؤساء الاديوره. نعم. فبما ان رؤساء الاديوره هم اللي وقعوا على هذا القرار يبقى اذا هم موافقون عليها وهم ملتزمون بانفاذها. أنا توقفت أستاذ كمال أمام دعوة البابا تواضروس لكل الرهبنة بأنهم يغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد بدأ قداسة البابا تواضروس بنفسه. إيه الحكمة من هذا القرار؟ ما أنا قلت لحضرتك في الأول هي عودة إلى الأصول المؤسسة للرهبنة. أنت تتكلم عن منظومة خاصة في الرهبنة التقليدية، يعني لأن في نماذج تانية، لكن الرهبنة المصرية التقليدية تقوم على العزلة، هو يترك الكل من أجل الالتصاق بالواحد، دي الفلسفة الأساسية. ومواقع التواصل الاجتماعي لا تؤدي إلى العزلة. بالضبط، إذا كنت تتكلم على تواصل فأنت
تقطع فكرة العزلة نفسها، لأنه الإنسان ترك العالم ليتفرغ للعبادة من وجهة نظره بجوار العمل طبعا داخل الدير في منظومة منظمة لهذا الأمر. فعندما يكون هناك تواصل معناها أن حضرتك كسرت أحد النذور الأربعة التي يلتزم بها الراهب. طب ماذا عن إيقاف قبول رهابنا جدد لمدة عام؟ لأنه في حصل نوع من التضخم غير الطبيعي في الأطيرة في من يقصد الرهبنة في السنوات ربما الثلاثين الأخيرة بشكل أخل بالعلاقة بين التلمذة والرهبنة، لأن الرهبنة المصرية تقوم على التلمذة، بمعنى أن جيل قديم ينقل خبرته لجيل جديد، ودي اللي بيعرفها الرهبان بمعنى باسم الشيوخ. هناك شيوخ في البرية أو شيوخ في الأديرة يقومون بتلمذة القادمين الجدد إلى الرهبنة فيعدوهم لهذه الحياة. بغير التلمذة يبقى نوع من العزلة بغير ضوابط، يعني بغير توجيه، وربما تنتج آثار مدمرة على كل الأطراف. فهذه السنة هي مرحلة لالتقاط الأنفاس ولإعادة مرة أخرى الشيوخ إلى مواقعهم التدبيرية أو الإرشادية داخل الأديرة، ومن ثم تنصلح الرهبنة. وده مهم جدا ليه؟ مش لمجرد منظومة الرهبنة، لأنك أنت النهاردة استقر في الكنيسة أن يختار القيادات العليا الأساقفة والبطاركة من الرهبان. فإذا صحت المناخ الرهبان، إذا صح مناخ الرهبنة وصحت معه الرهبنة يصح معها المنتج. نعم. فنضمن أنه يخرج لنا أساقفة كما كنا نقرأ عنه في القديم. والقرارات منعت أيضا الرهبان بإجراء أي معاملات مالية إلا بإذن كتابي من بالزبط. رئيس الدير بالضبط، وده أمر بيعزل أو بيحصن الراهب من الانخراط في مهام ربما تختطفه بعيدا عن الهدف اللي هو. اديني مثال، هل كان في معاملات ماليه للرهبان مع المواطنين؟ بشكل رسمي ما كانش فيه، لكن يبدو ان هناك في خلف الابواب مشاكل دفعت الكنيسه لاتخاذ هذا القرار لضبط المسار. وبما ان الكنيسه والرهبنه كائن حي فهي تحتاج من وقت لاخر بان تتوقف أو تقف مع نفسها وقفة، تعيد تقييم حالها وتعيد ضبطه على الأصول المنظمة لها. نعم، أنا بشكرك الأستاذ كمال زاخر المفكر القبطي المعروف معلم.